يلتحق بنا عبر تقنية السكايب السيد محمد بن دليم القحطاني الخبير الاقتصادي من المملكة العربية السعودية. أهلا بك سيد قحطاني. حياكم الله والأخوة المشاهدين. نعم، هل أنت في الاستماع سيد قحطاني؟ نعم أسمعك. نعم أستاذ، بداية، أعاصير عاتية من الديون السيادية تضرب عددا من الدول، سريلانكا، قبلها لبنان، الأرجنتين في الطريق، وزامبيا أيضا حسب وكالة فيتش. كيف وصلت هذه الدول لهذا الوضع؟ حقيقة من سوء الإدارة المالية، وهذا يعني جواب سريع، لأن إحنا الآن في عالم يعني ملتحم مع بعضه البعض، وكثير من الدول طبعا إذا أنت الدول اللي تستدين إذا ما يكون هناك حقيقة منافع من هذه الاستدانة، بحيث أن يكون هناك خطة زمنية في إعادة هذه الاستدانة، وأيضا ضخ الديون في مناحي مهمة في الاقتصاد اللي من شأنها أن يعزز أو حركة النمو الاقتصادي. ولكن إذا ذهبت هذه المديونية في مواقع غير نشطة في الاقتصاد، وأيضا تناوب الحكومات من حكومة إلى أخرى، هذا من شأنه حقيقة أن يعطل أمور كثير جدا في الموثوقية المالية لهذه الدول. ولا ننسى أختي الفاضلة أن الدول العربية يعني تصل مديونتها يعني باستثناء دول الخليج إلى أكثر من 700 مليار، وهذا حقيقة مبلغ كبير جدا. ولكن في دول استطاعت التنجو لأنها قاعدة تنوع في اقتصادها، توثق اقتصادها مع اقتصادات يعني قوية جدا، تراقب عن كثب أسواق المال، تراقب عن كثب حركة البنوك المركزية عندها. ولكن في دول حقيقة مع كل أسف في دولنا العربية يعني بسبب الاضطرابات السياسية وأيضا المهاترات هنا وهناك جعل هذه الدول تغفل على الجانب الاقتصادي اللي يعتبر هو المحرك الرئيسي لدول العالم. سيد قحطاني، ماذا يعني مصطلح الدولة غير قادرة على السداد والتي تعلن الإفلاس؟ معناه اقتصادها ضعيف، ما في نمو في الناتج المحلي الإجمالي، معطلة العديد القطاعات الاقتصادية، ناهيك عن أن البنوك المركزية قاعدة تصرف حقيقة في يعني ما لديها من سيولة فيما يتعلق بمواد الغذاء، وذلك على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهنا تكون الدولة غير قادرة حقيقة على السداد. نعم سيد قحطاني، كيف وقعت هذه الدول في فخ الديون السيادية؟ هل كان عليها مثلا أن تحسب جيدا فوائد خدمة الدين وأن لا تفرط في الاقتراض؟ يعني بالضبط، يعني حقيقة يعني كما سمعنا بالقريب تقريركم من الجزائر امتنعت على الاستدانة، وهذا حقيقة حركة ذكية جدا من شأنها أن تعطي النظرة الخارجية لهذه الدولة بأنها قوية لا تحتاج، عندها ما يكفيها من السيولة، يعني الاقتصاد قاعد يتحرك وينمو، لديها مخزون استراتيجي. ولا ننسى أيضا أن الدول المنتجة للبترول يمكن من حسن الطالع أن أسعار النفط مرتفعة، فبالتالي هذه يعني أعطت ضخ للسيولة النقدية مما عزز موقف البنوك المركزية لديها. فبالتالي نعم، ردا على سؤالك، الدول حقيقة يعني اللي ما عندها تنوع في اقتصادها وتعتمد على الاقتصاد الريعي أعتقد هي أكثر الدول. نعم سيد قحطاني، من هي الدول العربية المهددة بخطر عدم سداد ديونها أو فاق دينها السيادية الناتج الداخلي الخام لديها؟ والله يعني هذا رأيي بكل تواضع، وأنا أقول بألف هي يعني العراق، تونس كما ذكر التقرير، هذه من الدول، الصومال كذلك، هذه من الدول العربية، مصر يمكن يعني لن يصيبها شيء، لأن حقيقة لا ننسى الودائع اللي ضختها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة للمركز دائما حقيقة في تواصل مستمر. وهنا اللي نقوله دائما، يعني أتمنى من الدول العربية يعني
وجامعة الدول العربية أن تركز على الجانب الاقتصادي في المرحلة القادمة. احنا نبقى نعطي ثقل للاقتصاد في جامعة الدول العربية حتى يعني نحرك هذه الأموال على حسب احتياج الدول العربية، حتى لا تقع العملة في أي بلد عربي إلى الانهيار، وبالتالي راح يتأثر اقتصاديات هذه الدول. نعم سيد قحطاني، الجزائر في أوقات كثيرة رفضت اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لما لها من مخاطر على السيادة، هل ترى أن هذا التوجه مثير للاهتمام وصائبا لحد بعيد في ظل ما يحدث لدول أخرى؟ بالضبط، يعني فخامة الرئيس تبون حقيقة يعمل بجد و يعني ينتهج السياسة العقلانية في يعني الموازنة بين الأحداث الجيوسياسية، يعني عدم الاستدانة وتعزيز الموقف الداخلي للاقتصاد الجزائري. الاقتصاد الجزائري يعني حقيقة اقتصاد قوي متنوع، يمتلك أيضا من الموارد البشرية المتميزة، فقط يعني يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى يعني رؤية حقيقة تقود اقتصاد الجزائر الشقيق يعني إلى يعني البعد عن المهاترات السياسية، اللي أنا حقيقة كاقتصادي ما أحبها أناقش فيها. أنا دائما أحكم العقل الاقتصادي أكثر، فالجزائر لديها من المقومات ومن الممكنات اللي تجعل الجزائر لا يستهين ولا يبقى. وهذا ما فعل يثبت ما قام به فخامة الرئيس تبون، أن الجزائر قادر ويستطيع أن يتأقلم على الوضع. وأيضا أنا متأكد أن الجزائر يعني لديه من المخزون الاستراتيجي الزراعي اللي يغنيه عن أي تأثرات هنا وهنا. نعم شكرا لك السيد محمد بن دليم القحطاني الخبير الاقتصادي، كنت معنا مباشرة عبر تقنية سكايب من المملكة العربية السعودية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.